أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحزني
فلا تخافي ولا تحزني
لا تقتلوا عسى وهم لا يشعرون. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولنا وهم لا يشعرون. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي أصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصة وقالت لأختي قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع حرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أذلك
فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. وقالت لأخته قصيه وَلَمَّا
وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. خائفاً
يترقب. فإذا الذي استنفره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين. أرجي
فاخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصبر الرعاء ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين
Oh, yeah.
فلما جاء قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين فجاء فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم من استأجرت القوي الأمين قالت إحداهما إحداهما أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على على
ذلك بيني وبينك أيما لجلين قضيت فلا عدوان.